السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نشارك معكم وصفه ديال هاد الخبيزات اللي عمرتهم بالدجاج على طريقه الشاورما. وصفه اللي غزاله غزاله كيحبوها الاطفال. تقدروا تستعملوها كساندويتشات اولا كخبيزات هكا لرمضان. شاركت معكم طريقه الحشوه والعجينه. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وتابعوا معنا حتى الاخر. مع السلامه. لهذا المطلوع اللي غادي نوجدو اليوم المعمر، غادي نحتاجو اول حاجه الخبز. غادي نديرو فيه غير الدقيق الابيض اللي كتشوفوا معايا. غنحتاجو كميه من الملح على حسب الذوق، غنحتاجو كميه من خميره الخبز الفوريه، وغنحتاجو كميه من السكر حبيبات باش غادي يعطينا اللون. وبالنسبه للحشوه غادي نحتاجو كميه من صدر ديال الدجاج اللي قطعتو على هذا الشكل هذا مربعات. غنحتاجو بصله وحده مقطعه هي على مربعات، ملعقه كبيره من الموطارد. غادي نحتاجو لا كريم ليكيد القشده الطريه، ولا ولا الا بغيتو تعوضوها بياغورت طبيعي. وغادي نحتاجو للتنسيم توم، بودره ديال التوم، ملح مع فلفل اسود، كميه من المعدنوس والقزبره اللي مقطعاهم طريفات، وزيت المائده. وعلى بركة الله غنبداو دابا نوجدو الحشوة ديالنا والخبز. اول حاجة البنات غنبدا بها هي انني غادي نقوم بالعجن ديال هاد المطلوع ديالي ولا البطبوط اللي غادي نصايبو كما شفتو. يعني نتوما تقدو ديرو على حساب الكمية ديالكم. غادي ندير له عجينة يعني عادية بالماء الدافي، وغادي نخليه بما يرتاح. في نفس الوقت غادي نمشي نوجد الحشوة. غادي نجمعو هكا يعني عادي. انا كندير فيه غير طحين الرط بالفورس، وانتوما يعني كل واحد الطريقه ديالو. انا كتعجبني هاد الطريقه من كنبغي نعمرو، يعني كيجي خفيف. الا خلطنا طحين اخر كيجي شويه ثقيل. دابا هذا غير هكا كيجي خفيف. وانا نشارك معكم الطريقه ديالي. كما شفتوا البنات دابا العجينه ديالي صافي، انا جمعتها كنخليها على هذا الشكل يعني خفيفه، وغادي نخليه يرتاح. وفي نفس الوقت بما هو كيرتاح انا غادي نوجد الحشوه ديالي. وهانتوما معايا كما شفتوا البنات صافي، ها هو داك العجين ديالنا صافي راه خفاف بحال هكا. دابا غادي صافي غادي نبداو نحيدو منه شويه هكا الريح على هذا الشكل، وغادي نبداو نصايبو هذاك البطبوط ديالنا كما شفتو على هذا الشكل. غادي نسرحو هكا بشويه ديال السميده باش يسهل علينا، وغادي نسرحو بحال هكا حتى نسرح العجين ديالي مزيان. وغادي نقطعو هذوك يعني داك الخبيزات اللي غادي نصايبو. اول حاجه البنات غادي نوضعو واحد الكميه من زيت المائده، وغادي نوصلو نحطو هذا البصل اللي عندنا. غنخليو يتقلى شويه حتى تهبط البصله، وعاد غادي نكملو الوصفه ديالنا اللي غادي نديرو هاد الحشوه اللي كتجيب مذاق الشاورما، حشوه رائعه ومختلفه. وهنا معاكم ان شاء الله. كما شفتوا البنات بما هذه البصله ديالي نزلات، دابا غنضيف الشرائح ديال صدر الدجاج. يعني كل واحد على حسب الكميه اللي متوفره عنده. انا درت هذه الكميه بالنسبه لاربعه اشخاص، وانتم كل واحد الكميه ديالو. غادي نخلي هاد الدجاج هكا يتقلى هو مع البصله. غادي نضيف عليه هاد الثوم غزره، يعني هاد الثوم بودره. لما توفرش عندكم تقدروا تستغناو عليها اولا تعوضوها بالثوم محكوك. وغادي الكميه ديال القزبره معدنوس اللي عندي هكا غير كميه يعني قليله. وغادي نخلي هاد الدجاج ديالي يتقلى مزيان حتى يطيب على خاطرو، يعني ما يحتاج لا ما لا والو. غنخليوه يطيب على هاد البصل، وغادي نكملو ان شاء الله الوصفه ديالنا. كما شفتوا البنات بما طاب ليا داك الدجاج ديالي، دابا ضفت له هذاك الموطارد اللي كان عندنا وهذيك القشده الطريه، وغادي خليته يغلى هكا شويه. صافي كما شفتوا على صوص ديالنا كتجي عاقده بحال هذا الشكل وموجوده.
غادي نخلي نطفي عليها دابا النار وغنخليها تبرد باش نعمرو بها هذاك البطاط ديالنا. كما شفتوا البنات دابا العجينه ديالي انا سرحتها على هذا السمك يعني ما كنخليهاش تكون غليظه. ودابا غادي نقطعها اما لا بغيتوا تقطعوها بهذا الشكل اللي عندكم اون بورت بياس، لا موجدش عندكم تقطعوها هكا بشي كاس على هذا الشكل. المهم كل واحد اولا زلافه، كل واحد يقطع بالشكل اللي عجبه. وعلى هذا الشكل غادي نكمل العجين كامله اللي عندي وغنرجع معاكم. كما شفتوا البنات دابا هاد الخمار ديالنا ها هو صافي وجد خمر على هاد الشكل. دابا غادي نخبزوهم بطريقه يعني عاديه هكا، غادي نديرهم في المقله اللي سخنتها وغادي ندير لهم واحد الثوقوب بحال هكا باش ما ينفخوش لنا بزاف. ومن بعد ما يطيبوا غادي نعمرهم بالحشوه ديالنا. كما شفتوا البنات ها هو كيطيب كيجي غزال تبارك الله، كيجي منفوخ مفشفش وخفيف بهذيك العجينه اللي درنا له. كنتمنى انكم تجربوا وتقدروا تعمروا بزاف ديال الحشوات، ماشي ضروري غير هاد الحشوه. ونتلاقاو ان شاء الله من يوجدوا كاملين باش نعمروهم. كما شفتوا البنات صافي دابا الحشوه ديالنا هي وجدات بدات كتجي على هذا الشكل، كيبقى فيها واحد لاصوص. والبطبوط تاعنا حتى هو هو موجود، غادي نفتحوه بحال هكا. انا غادي نعمرو، غادي ندير شويه ديال الشلاضه هكا اللي قطعت كما كتشوفوا. وانتم عليكم الاختيار يعني اللي ما بغاش يدير شلاضه ما يديرهاش، انا غادي نعمرو هكا بشلاضه. وكناخذ واحد الكميه من الحشوه وكنعمرو على هذا الشكل، كيجيو زويونين البنات وكيجيو غزالين حتى لشهر رمضان هكا مع الحريره ولا الشوربه كيجيو زويونين.